مساء الخير وازيكم جميعا، واحنا سعيدين جدا ان احنا قاعدين مع بعضنا كل القوى السياسيه ومناء المراه في جميع الاحزاب. امين كريمه امام، امين عام الحزب المصري الديمقراطي السياسي. حضرتك انا هتكلم على نقطتين بيحصلوا للمراه المصريه. اولا السيده المطلقه بتيجي بعد ما لا انا بقول لحضرتك انا عايزه اضع بقانون للسيده اللي هي فعلا زي ما الاستاذه قالت بتربي وتعلم وتقعد وهي مطلقه سنين وبعد كده بتيجي تتضرب بره الشارع. وتاني حاجه الست الغارمه، الغارمات اللي في السجون، ما سالناش نفسنا ليه هم اتسجنوا؟ لازم كل واحده تسال كده نفسها او تسال الراجل ليه الست دي اتسجنت؟ الست دي اتسجنت عشان ماضي تشيل، عشان تساعد جوزها تجيب ثلاجه ولا بوتاجاز لبنتها اما تتجوز. لو سمحت انا عايزه قانون للدستور، مواد في الدستور، بحيث ان سياده السفيره في اللجنه الخمسين تضع قانون في الدستور. على فكره انا قابل فضيله الامام الطيب علشان الحته دي كده للسيدات فعلا فيها عنف، والعنف مش بالضرب، العنف بالقانون، القانون هو اللي بيجي عنف ضد المرأة. ده يبقى في القانون يحل بس ايوه انا بقول لحضرتك عايزين مواد في القانون. اشكرك. ايوه للسيدات اللي هم مطلقات ولم وما فيش، يعني اقول لحضرتك ايه؟ شكرا. لا في القانون، انا بقول قانون. لا انا بقول في القانون، يعني يضعوا ماده يعملوا عليها المواد القانونيه. شكرا. يا سلام، لو سمحت ليست هذه جلسه لطرح هدومنا. ما قلتش في الدستور، الدستور اصلا وضع المرأة. اشكر حضرتك.